اليوم في معرض العروس تنقدمو تشكيله جديده ديال الكسيوه ديال العرس. بعدنا هذا العام شويه على اللون الابيض، خدمنا في الوان باستيل وميم لي فون بدلناهم، ما بقيناش في لو ستيل ديال لا غوب اللي مفخخه بزاف وتتخلي الواحد غير مريح. خدمنا على تشكيله الواحد تيكون انيق وفي نفس الوقت تيقدر يستمتع بالاوقات ديالو في العرس ديالو. ما نسيناش راجل، درنا ليه توا تشكيله حتى هي مريحه انيقه وعصريه. بالنسبه لكساوي ديال العيالات، خدمنا كسيوات موديرن شويه، ولكن انا حاولت هذه المره نزيد فيهم اون توش ماروكان. كاين اللي ما تيبغيش يلبس، تيبغي يدير عرس مغربي 100%، الوغ في الاخر تيبغي يختم بالقفطان ابيض ولا الوان فاتحه وبلمسه يكون عصري مريح وأو ميم طون يكون بلمسه مغربيه.